هدية مقدمة من الشيخ عبيد بن حبيليص بن طلمس الفقمي إلى الشاب مهدي بن منصور بن سعود بن جبل الفقمي، وهي عبارة عن مصحف وسيف وجنبية وبشت ملكي بمناسبة شفائه وخروجه من المستشفى، ويهدي هذه الأبيات. بقى عندي هدية المهدي، بقى عندي هدية المهدي وبداك نيابة عن عبيد يقولها لساني. ابن شيخ ان نعرفه مبعد الهقوات عساله في جنان الخلد مسكاني، نبى نسمع تحية يا أهل الطلات لهذا الشب المهدي قدم العياني. هلا بالحضور اللي لهم حشمه ومقدار لفوا بيعه في المنصور من كل الابدادي، عسى ذا الوجوه النيره ما تطب النار بجاه الرسول المصطفى سيد الاسيادي. هلا مرحبا رحب الوفا والكبار كبار كبار الوجوه وقدركم كبر الاطوادي. هلا مرحبا ترحيب يحسب